اجتمعت الحكومة اليوم 12 ديسمبر 2021 على مستوى ولاية خنشلة، هذه الولاية المجاهدة، الولاية التاريخية، الولاية العظيمة التي قرر لها أن يكون لها برنامج تنموي استكمالي يخص كل القطاعات التي سوف تسمح لهذه الولاية بالنهوض نهضة شاملة في جميع القطاعات، من قطاع النقل عن طريق برمجة سكة حديدية على مسافة 50 كيلومتر، وبالنسبة للشبكة الطرقات التي كرست لها ميزانية لا بأس بها، وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة، قطاع السياحة، قطاع الثقافة، يعني كل القطاعات التي سوف تسمح لهذه الولاية كما قلت بالنهوض نهضة شاملة تنموية تسمح للساكنة بالولوج إلى مسار تنموي آخر غير الذي كانت تشهده هذه الولاية. وأكدنا خلال هذا الاجتماع على احترام آجال الإنجاز، بحيث سوف تسمح لكل المشاريع المبرمجة أن تعرف الوتيرة اللازمة في الإنجاز حتى تستفيد هذه الساكنة في أقصر الظروف من هكذا مشاريع تنموية التي سوف تسمح بخلق مناصب شغل دائمة بالمئات بل وبالآلاف إن شاء الله رب العالمين، خاصة في المجال الفلاحي وفي مجال الصناعات التحويلية وحتى في المجال المنجمي، حيث نعمل على أن تكون خنشلة قطبا منجميا إضافة إلى كونها قطبا فلاحيا، كما أعطينا توجيهات بضرورة استغلال كل المساحات الفلاحية الموجودة، وأن تكون ولاية خنشلة أحد الروافد التي سوف تسمح لنا بالمرور إلى الأمن الغذائي المنشود، وهي الولاية التي لها كل المقدرات.